متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع الذي يتوقع أن يجلب معه أجواء غير مستقرة في عدد من الأيام. نبدأ هذه النشرة بهذه الخريطة التوضيحية التي تشير إلى تقريبا ما هي الأحوال الجوية المتوقعة بمشيئة الله تعالى خلال هذا الأسبوع. تتركز هناك أحوال جوية غير مستقرة في المناطق الشمالية الشرقية وبعض الأجزاء الوسطى من المملكة. تطال العاصمة الرياض من جديد خاصة يومي الثلاثاء والأربعاء، أمطار رعدية متوقعة في المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، أمطار متفرقة في بعض الأجزاء الغربية والجنوبية الشرقية، في حين لا يستبعد أن تشهد الحدود الشمالية مناطق قريات والطريف وعرعر بعض من الزخات البرد الثلجي والممزوجة مع الأمطار خلال ساعات ليلة الثلاثاء على الأربعاء بمشيئة الله تعالى. نبدأ توقعات الأحوال الجوية بيوم الأحد الذي يتوقع أن تشهد بعض الأجزاء الشمالية الشرقية منه بعض الأمطار بالإضافة إلى المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة. درجات الحرارة تتراوح بين 19 إلى 20 في العاصمة الرياض، 27 في جدة، 20 في تبوك، 15 في الحدود الشمالية، 22 درجة مئوية في الدمام، و18 درجة مئوية في مرتفعات جنوب غرب المملكة. يوم الاثنين يتوقع أن تشهد معظم المناطق استقرارا على الأجواء مع أجواء غالبا غائمة عدا المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية التي يتوقع أن تشهد زخات رعدية من الأمطار. تكون درجات الحرارة 21 في الرياض، 28 في جدة، 19 درجة مئوية في المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، 24 في الدمام، 12 في الحدود الشمالية، و22 درجة مئوية في تبوك. أما يوم الثلاثاء فيتوقع أن يزداد تأثر أجزاء من المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي تجلب معها زخات رعدية للأمطار في المنطقة الوسطى بما فيها العاصمة الرياض، 21 إلى 13 درجة مئوية متوقعة هناك، 19 إلى 11 درجة مئوية في جنوب غرب المملكة، 28 إلى 20 في المناطق الغربية، هناك فرصة لبعض الأمطار في جنوب غرب المملكة طبعا، 21 إلى 11 في تبوك مع أمطار متوقعة في ساعات الليل، كذلك أمر في الحدود الشمالية يتوقع أن تسجل ما بين 14 إلى 8 درجات مئوية، و23 إلى 14 درجة مئوية في المنطقة الشرقية. يوم الثلاثاء يستمر تأثر أجزاء من المملكة بحالة عدم الاستقرار الجوي، تتمثل بهطول أمطار رعدية في المنطقة الشمالية من المملكة التي قد تكون على شكل زخات من البرد الثلجي في ساعات الصباح الباكر، 17 إلى 9 في تبوك، 27 إلى 18 في المنطقة الغربية، أمطار رعدية متوقعة في جنوب غرب المملكة من 18 إلى 10، استقرار مؤقت على الأجواء نهار يوم الأربعاء في الرياض، 23 إلى 17، 23 إلى 17 أيضا في الدمام، وتسع درجات مئوية فقط العظمى في الحدود الشمالية. أما يوم الخميس فيتوقع استقرار الأجواء في كافة ومعظم مناطق هناك مع حدوث ارتفاع على درجات الحرارة كما تلاحظون، 20 درجة مئوية في الرياض، 29 درجة مئوية في المنطقة الغربية، 18 في تبوك، 18 في الحدود الشمالية، 19 في الدمام، و18 درجة مئوية في المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. وكذلك أما يبقى الطقس مستقرا إجمالا يوم الجمعة مع أجواء مشمسة في كافة المناطق والمزيد من الارتفاع درجات الحرارة تتجاوز 30 درجة مئوية في جدة، ولكن إنها تكون حول 20 درجة مئوية حول 20 درجة مئوية في المنطقة الوسطى. هذا كان لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا الأسبوع في المملكة. للمزيد يمكنكم متابعتنا عبر تطبيق طقس العرب أو متابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.